وهل توجد صلاة تسمى صلاة الكفارة؟ وإذا وجدت فما عدد ركعاتها وكيف ومتى تصلى؟ قام بعض الناس بتوزيع ورقة مكتوب فيها صلاة الكفارة مع حديث طويل في كيفيتها منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء فيه أن من فاتته صلاة في عمره ولم يحصها يصلي في آخر جمعة من رمضان 4 ركعات بتشهد واحد، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة القدر 15 مرة وسورة الكوثر كذلك، وهي كفارة 400 سنة في رواية أبي بكر و1000 سنة في رواية علي. ولما كان ابن آدم يعيش 60 أو 100 سنة فالصلاة الزائدة تكون لأبويه وزوجته وأولاده وأقاربه وأهل البلد. وبعد الصلاة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة ويدعو بهذا الدعاء، وهو دعاء بطلب المغفرة. فهل هذا الحديث بما جاء فيه صحيح؟ وما الذي يكفر السيئات؟ لم أعثر على هذا الحديث في الكتب الصحيحة، وعلامة الوضع فيه ظاهرة. فالصلاة التي تفوت الإنسان لا يكفرها إلا قضاؤها. إن الكلام المذكور يغري الناس بترك الصلاة، حيث يكفيهم عنها صلاة واحدة في آخر جمعة من رمضان، ولم يقل بهذا أحد من العلماء، بل إنهم على الرغم من قبولهم الأحاديث التي تقول إن الصلاة الواحدة في مسجد مكة 100,000 صلاة فيما سواه، وفي مسجد المدينة 1,000، وفي المسجد الأقصى 500، يقولون بأنها لا تغني عن الصلوات المفروضة ولا تقوم مقام الصلوات الفائتة، إنما المراد كثرة ثواب الصلاة في هذه الأماكن المقدسة. وأحذر من يقومون بترويج هذه المنشورات من تبعة العمل بما يروجونه، فهو أولا كذب على الله وعلى رسول الله، والله يقول إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، كما رواه البخاري ومسلم. وهو ثانيا سيتحمل وزر من يتهاونون في الصلاة اكتفاء بصلاة الكفارة المزعومة، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، رواه مسلم. والذين وضعوا هذا الكذب والمشاركون في طبعه وتوزيعه داخلون في هذه المسؤولية، والله أعلم.